معك من تصريح نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن، هل يعني ذلك أننا أمام المزيد والمزيد من المجازر في غزة؟ بالبداية تحية لك ولجمهورنا الكريم. حقيقة نحن بمرحلة مجازر، الاحتلال الإسرائيلي تعدى مرحلة المجازر، واعتراف ما قاله أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه عليهم باستخدام قنبلة نووية أولا بهذه الجزئية، وتخطى رئيس وزراء نتنياهو الذي قال لن نتوقف حتى يتم الإفراج عن الأسرى، وكان قد غير هدفه من القضاء إلى حماس إلى تفكيك حماس إلى تغيير الحكم في حماس أو تغيير الحكم في قطاع غزة، وصل بالنهاية إلى شعاره تحرير الأسرى، أي أنه تنازل ووصل إلى مرحلة أنه فقط أريد أن أحصل الجنود الأسرى. نحن الآن بمرحلة مجازر بكل معنى الكلمة، الاحتلال الإسرائيلي فقد مقدرته على المواجهة الميدانية، وأنا هنا أريد أن أركز أن هناك خطين دائما يسير بتوازي، الخط الميداني العسكري، ورأينا الصور التي تبثها كتائب القسام من اصطياد الجنود والدبابات والمجنزرات والجرافات التي تدخل أطراف قطاع غزة، والأمر الآخر هو كثافة الاحتلال الإسرائيلي بضرب المدنيين وضرب المدارس والمستشفيات والكنائس. وهنا يجب أن ننبه إلى شيء معين، الاحتلال الإسرائيلي خلال دعنا نقول الأسبوع الماضي حتى يومنا هذا أدخل المستشفى الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياته ببئر السبع وعسقلان وتل أبيب أكثر من 300 جندي إسرائيلي، منهم ما تم الإعلان عن مقتله وهم 30 حتى اللحظة، ومنهم من هو في الإنعاش أو مبتور اليد أو الرجل، ويزيد عددهم عن 100، وأكثر من 100 حالة خطيرة، أي أنك تتكلم عن حالة من تدمير أكثر من فصيلين أو ثلاثة من فصائل الوحدات عنده، وهذا شيء لا يتحمله المجتمع الإسرائيلي، لذلك يقوم بعمليات القصف. والآن بدأ يلمح على أكثر من، بدأ يلمح لقصف المستشفى الأندونيسي والقطري والشفاء مرة أخرى، ويحاول طيب وأمام الخسائر الإسرائيلية الكبيرة التي أشرت إليها سيد تيسير، وتراجع هدف الاحتلال بدءا من القضاء على حركة حماس واليوم إلى تحرير الرهائن، وأيضا هذا الهدف فيه ضرب من الخيال لأن المقاومة بحياتها لم تخلي سراح أسير دون مقابل، بالتالي هل حدد نتنياهو لنفسه مهمة مستحيلة اليوم أيضا؟ نعم، نتنياهو لم يحدد لنفسه مهمة مستحيلة فقط، نحن كمختصين بالشأن الإسرائيلي وكدارسين الإعلام في الجامعات العبرية نحن نستطيع أن نتوقع ماذا يمكن أن يحدث. الاحتلال الإسرائيلي بعادته بكل الحروب يرفع السقف أعلى مما يتصور الجميع، وهذه صفة موجودة في اليهود بشكل عام، يرفعه بشكل ممكن خيالي جدا، وبعد ذلك يبدأ يرى ما يمكن تطبيقه على الأرض من هذه، وهو بعبارة أدق عندما سئل المراسل العسكري في القناة 13 وهي من أهم القنوات الإسرائيلية، يعني ماذا ما هو الإمكانيات التي بيدنا من أجل أن نحقق ذلك، قال له عفوا انظر إلى البحر المتوسط سوف تجد جبالا تقف، أي الأساطير البحرية الأمريكانية، فرد عليه أحد الصحفيين قال له وهل هذه سوف تنزل إلى الأرض لتقاتل معنا؟ لن ينزل ليقاتل معنا، هذا ما يجعل واقعية ما يطرحونه مسألة خيالية. لن تنزل لتقاتل معنا، بالمقابل من سينزل نتنياهو عن الشجرة في هذه الحالة سيد تيسير؟ وهذا سؤال جيد، الذي ينزله هو استطلاعات الرأي للاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 75% يطالبون نتنياهو بعدم الاستمرار في المعركة والاستقالة، ويقولون له فشلت أنت بالمناوبة، بمصطلح يستخدم في اللغة العبرية، وفشل الجيش وفشل الاستخبارات، إذا كنتم بأفضل حالاتكم وعندكم الإمكانيات وعندكم فرقة غزة القتالية التي يعتبرونها أفضل فرقة في قطاع غزة قد أبيدت في ليلة واحدة، وهنا يجب أن نذكر بهذا الموضوع، فرقة غزة صبيحة يوم 7 أكتوبر كان 3500 منهم موجودين في المعسكرات، 1400 إصابة وأغلبهم إصابات خطيرة، أكثر من
1000 منهم من القتلى ومن المصابين، بعضهم خرج بملابسه الداخلية وخاصة نائب رئيس الفرقة. وهناك 200 مفقودين وهناك 200 أسير. أي أنك تتكلم عن أفضل فرقة في الاحتلال الإسرائيلي كانت هي التي تشن الحافظة، إنجاز تعبير، هي قد حفظت قطاع غزة حفظة من السنوات الماضية قد فقد. نتنياهو كما قلت يحتاج قوة عالية أو قوة كبيرة حتى تنزله من الشجرة التي صعد. طيب، هذا بالإضافة إلى تحدي احتجاجات أهالي الرهائن من المستوطنين. أيضا سيد تيسير، بالحديث عن طوفان الأقصى لابد من ذكر ما يجري في الضفة الغربية، اقتحامات ومعارك مستمرة على مدار الساعة وأكثر من 150 شهيد. برأيك إلى أي مدى الأوضاع والتطورات اليوم في الضفة الغربية يعني قد تكون مقبلة على مواجهة شاملة مع الاحتلال أيضا؟ الحقيقة أن الضفة الغربية منذ أكثر من عامين وهي بحرب استنزاف مع الاحتلال الإسرائيلي، ربما أدت أو أشعلت انتفاضة معركة في القدس التي كانت قبل سنتين. وخلال الفترة الماضية أعلى نسبة قتل من الإسرائيليين بالمعدل العام كان في الضفة الغربية ومدينة القدس، وأيضا كان نسبة الاعتقالات الفلسطينية، نحن نتكلم بعام 2022 أكثر من 10,000 حالة اعتقال، أكبر عملية نسب البيوت وأكثر عملية مصادرة أموال وأكبر عملية قلع أشجار، بالإضافة ما فعله بن كبير الذي ربما سوف يناله من ما بعد الحرب من القضايا ومن التهم، والتي بدأ الشارع الإسرائيلي يتكلم عنها، قام بتوزيع أكثر من 40,000 قطعة سلاح من مستودعات الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعضه أشتراها وقام بتوزيع الضفة. نحن أمام الضفة حتى ذلك أثار امتعاد واشنطن. سيد تيسير، نحن أختم. الآن أمام مواجهة حقيقية بين التهديد بالقتل والتهديد باستخدام القنبلة النووية وبين حالة من الهجوم على الضفة الغربية. أنا بعتقد الضفة الغربية سوف يزيد عملية الاشتباك مع الاحتلال مع كل الإمكانيات الصعبة الموجودة، وربما جماعة أبو مازن أو السلطة سوف يكون اللوم عليهم من الشارع الفلسطيني أكثر من أي جهة أخرى. وبالتوازي مع ذلك سيد تيسير، شهدنا خلال هذا الشهر وخاصة في الأيام الأخيرة تظاهرات وطوفان شعبي في أوروبا وفي أمريكا. أمس رأينا أكبر مظاهرة في واشنطن دعما للقضية الفلسطينية. برأيك إلى أي مدى سيضغط ذلك التغير الجماهيري، سيضغط على قادة الغرب وفي مقدمتهم بايدن لوقف هذه الحرب؟ نعم، أنا حقيقة يعني أتابع وما يقوله الإعلام الإسرائيلي عن هذه التظاهرات. الإعلام الإسرائيلي يقول أنه قد فشل في توصيل رسالته، وأنا أعتبر أنه نحن في عالم الصورة والصورة هي التي حكمت بالموضوع. فادعائهم أنه رؤوسا قطعت وأطفالا أعدمت وحرقت ونساء اغتصبت وغيره لم يثبت بدليل واحد، وأدى بالنهاية أن الصورة أن من قام وخطط لطوفان الأقصى يبدو أنه كان حريص جدا أن يثير القضية الفلسطينية من ألف إلى ياءها. أي هي ليس فقط حصار قطاع غزة والضفة الغربية، إنما هي أين حق الشعب الفلسطيني بالحياة. بالمظاهرات التي حدثت وأشرت لها أنت في أوروبا وكندا وحتى بدول إسلامية مثل أندونيسيا وماليزيا وتركيا، وصلت القضية الفلسطينية إلى مرحلة طوفانية، بمعنى أن الناس بدأت تقول ماذا مع هذا الشعب المظلوم، ماذا مع حق الشعب الفلسطيني بالحرية. أشكرك جزيل الشكر الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني تيسير سليمان، كنت معنا من إسطنبول.